بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله رح نبدأ اليوم مع بداية شابتر فعلي لشابتر 4 اللي هو حل الديفرنشال إيكويجن هاير أوردر، يعني من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة أيا كانت الدرجات، فأنت لها إن شاء الله رب العالمين. بنطبق القواعد من البداية على معادلة الدرجة الثانية. إحنا راح يكون عندنا السكند أوردر تحتوي واي دبل داش زائد بي واي داش زائد كيو واي، ويبقى عندك احتمالين للطرف الثاني. قد يكون الاحتمال الاول زيرو، قد يكون الاحتمال الثاني دال اف اوف اكس. اذا كانت زيرو فاحنا بنسميها هوموجينيوس هوموجينيوس، واذا كانت فيها داله بنسميها نون هوموجينيوس نون هوموجينيوس. ان شاء الله مشوارنا 4.3 هنا في الهوموجينيوس، و 4.4 وما بعده في النون هوموجينيوس. 4.4 4.6 4.7 هيبقى فيها الميكس، يعني هذه بداية الدروس. طيب بدايتنا 4.3 إن شاء الله راح نركز عليه كويس، لأن خطواته راح تعاد في الدروس اللي جاية كلها. هتبقى أول خطوة في 4.4 إن احنا نعمل خطوات حل 4.3 واللي بعده واللي بعده وهكذا. فلازم في البداية نعرف الأساسيات اللي هي تذكرها كويس، ونعرف الأساسيات بتاعت 4.3. 4.3 احنا هنحل المعادلة اللي هي بنقول عليها الهوموجينيوس، اللي هي y دبل داش زائد b y داش زائد q y يساوي صفر، اللي هنطلق عليها الهوموجينيوس هوموجينيوس سكند اوردر هوموجينيوس سكند اوردر اللي هي الدرجة الثانية المعادلة المتجانسة. يعني متجانسة يعني بتساوي صفر، هذا الصفر معناه متجانسة صفر. طب خطوات الحل هي ريس، أول خطوة إن شاء الله بنحول الداش إلى رموز عادية، بنسمي الدبل داش والداش والواي زي ما هي، بنقول على الداش نسميها إم بس، والدبل داش ناخدها إم تربيع، يبقى بناخد المعاملات زي ما هي، والكيو بس ناخد من عند الواي ناخد المعامل حقه. تاني بنعمل إيه؟ بنسمي الواي داش بنسميها إم، الواي دبل داش بنسميها ام تربيع، في بعض الروايات نسميها دي دي تربيع. طبعا دي ولا ام مش مشكله، ده مجرد رمز بنحل عليه السؤال وبعد كده بينكب، ما له دعوه. نحل على الدي نحل على الام مش هتفرق، هتلاقي احيانا بعض المسائل نكتب دي بعض المسائل نكتب ام كلها صح. المعادله اللي عملناها دي اسمها ايش؟ اسمها المعادله العاديه او الاوكسيلاري اوكسيلاري ايكويشن auxiliary equation، يعني المعادلة اللي ما فيها الداش باختصار. المعادلة العددية العادية اللي نقدر نحلها، هذه طبعا معادلة من الدرجة الثانية مطلوب حلها، معادلة من الدرجة الثانية مطلوب حلها. وحل معادلة الدرجة الثانية لو رجعنا شوية للماس الجبرة، كان حل معادلة الدرجة الثانية فيه ثلاث احتمالات، إن المميز بتاع المعادلة يبقى مميز عدد حقيقي يبقى لها حلين مختلفين، أو يبقى لها حل واحد، أو بنقول عليه حل مكرر، أو يبقى لها حلين تخيليين فيهم الكومبلكس فيهم الآي. طيب إحنا عندنا بقى إن شاء الله الثلاث حالات دول هيبقوا إحنا في محط الإيه؟ الاعتبار. هيبقى عندنا 3 كيسز، اللي هي كيس 1، كيس 1 اللي هي إذا كانت المعادلة هنطلع M1 وM2 ونقول نلاقيهم مختلفين. ليهم ايه؟ مختلفين، M1 لا يساوي M2 اللي هم حلين، احنا اتفقنا ان احنا هنطلع حلين M1 و M2. طيب اذا كان الحلين مختلفين واعداد حقيقيه حضرتك، يبقى بنكتب الجنرال سوليوشن، الجنرال سوليوشن للمعادله ازاي؟ نقول Y يساوي C1 E اس M1X زائد C2 E اس M2X، هذا الفرضيه اللي احنا هنكتب من خلالها الجنرال سوليوشن في حاله الحلول مختلفه. طيب لو كانت الحلول مكررة كيس 2، إذا كان M1 هو نفسه M2 يعني طلع 5 5 2 2 3 3، يبقى في هذه الحالة الجنرال سوليوشن عبارة عن Y يساوي C1 E أس MX زائد C2 X E أس MX. إيش اللي صار؟ ما هو الـ M نفس الشيء، هذا نفسه هذا، يعني هيكون نفس الشكل، علشان كده بنقول في حالة التكرار نضرب في X، شايفين دي؟
ده كده حالة التكرار. في بعض الروايات الناس تكتبها كده y يساوي ياخد عامل مشترك c1 زائد c2 x ويضرب عامل مشترك بره e اس ام اكس. طبعا هذه صح وهذه صح، الاثنين اللي هي سواء عامل مشترك ولا مفتوحة بتفرقش معنا، اثنينهم صح. باقي الكيس الثالث اللي هو لو كانت الحلول كومبلكس، كيس 3 إذا كانت الام راح يساوي موجب وسالب ألفا زائد أو ناقص بيتا اي. ألفا وبيتا اللي هي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي، هتاخد حضرتك الألفا دايما بإشارته إذا كان سالب سالب ولا موجب موجب، البيتا دايما ليها معامل أي تاخدها بالموجب دائما، وتروح تكتب حبيبي الجنرال سوليوشن هيكون عبارة عن إيش في دي الحالة؟ الجنرال سوليوشن هيبقى عبارة عن إي أس ألفا إكس افتح قوس C1 كوساين بيتا إكس زائد C2 ساين بيتا إكس. إذن أنا كتبت الحين ثلاث قوانين، الثلاث قوانين دول هم نهاية المطاف شلون تكتب الجنرال سوليوشن لحل الديفرنشال إيكويجن في الحالات الثلاثة. في الحالات إيش؟ الثلاثة، كيف تكتب الجنرال سوليوشن إن شاء الله. طيب إيش مطلوب مني في المسائل؟ هيجي يقول لك اكتب لي الجنرال سوليوشن، يلا طلع الجنرال سوليوشن حبيبي يلا نشوف. على حسب إيش؟ تعالى السؤال هيقول لحضرتك find the general solution of the differential equation، ويقول لك يلا طلع الحل العام. الحل العام اللي هو فيه السؤال طبعا، يلا خلينا نكتب مسائل ونشوف. خلينا نقول يلا هذه واي دبل داش زائد 5 واي داش زائد 6 واي يساوي صفر. حضرتك على طول تستبدل الدبل داش تحطها ام تربيع زائد 5 ام زائد من الواي تاخذ المعامل بس. تاني الداش ام داشين ام تربيع واي ناخذ المعامل فقط لا غير، ونقول يلا يساوي صفر، وتروح حضرتك تحل المعادلة دي ان شاء الله بالتحليل او بالقانون العام او بكمال مربع على حسب المهارة، وبالآلة الحاسبة طبعا نقدر نحلها بالآلة الحاسبة، ونعرف ازاي نفتح بعد كده مود 5-3 مود 5-3 حل معادلة درجة تانية، هتدخل A و B و C اللي هي المعاملات اللي قدامك، المعامل هنا 1، المعامل هنا 5، المعامل هنا 6، لو معك حاسبة يا تركي شيك هتدخل، وبعد كده الطق يساوي هيطلع لك X1 يساوي رقم، X2 راح يساوي رقم، وهذه هي الحلول المطلوبة. طيب التحليل سهل ما فيش مشكلة، عندك الستة عددين إشارتهم موجب ومجموعهم 5 2 في 3، عندك الام تحطها ام في ام يبقى موجب موجب، إذا M1 هيساوي سالب 3، M2 راح يساوي سالب 2، الحاسبة لما تطقها في الحاسبة هيطلع لك X1 يساوي سالب 2، الثاني سالب 3، أنت تروح تعملهم أقواس تخلي X زائد 2 ده القوس الأول، تنقل وتغير الإشارة عشان التحليل، X زائد 3 وتحط الأقواس جنب بعضها باستخدام التحليل، يعني اللي خايف من التحليل يقدر يحل بالحاسبة. المهم طلعت الحلين، اكتب له بقى في هذه الحاله الجنرال سوليوشن عباره عن اقول y يساوي c1 e اس m1 x، هذا القانون مره ثانيه، زائد c2 e اس m2 x. طب m1 ولا m2 تفرق اني اكتب هذا الاول ولا ده الاول؟ ما تفرقش. c1 e اس ماينس 3 x زائد c2 e اس ماينس 2 x، ونقول كده خلاص تم، خلص خلص السؤال، طلعت الجنرال سوليوشن. هنشوف الحالة الثانية دي على الحالة الأولى اللي قدام حضرتك اللي طلعت لك الحلين مختلفين. تمام، نكتب معادلة ثانية ونقول يلا مع بعض y يساوي y دبل داش زائد ولا ناقص أيا كان اللي هو 10 y زائد 25 y داش يساوي صفر. اعمل المعادلة الأكسلري يا بطل، يبقى هنكتب m تربيع ناقص 10 m زائد 25 يساوي صفر. راح تسوي تحليل هتلاقي نفسك بتحلل ام في ام، 5 في 5 والاشارات سالب سالب، يعني ام يساوي 5 و5 5 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
الجنرال سيوشا. الجنرال سوليوشن في هذه الحالة يبقى القانون في حالة التكرار سي 1 اي أس ام اكس زائد سي 2 اكس اي أس ام اكس. في ذي الحالة هيبقى عندك واي يساوي
C1E أس 5X زائد C2X E أس 5X، خلاص انتهى الحل. هذه حالة التكرار اللي هي موجودة معنا. لو خدنا مثال عشان نغطي الحالة الثالثة بقى، نروح لمسائل الكتاب. لو قلنا يلا تعالى نشوف Y double dash زائد Y dash زائد Y يساوي صفر، إذن هتعمل لي auxiliary equation، هتقول لي M تربيع زائد M زائد واحد يساوي صفر. هتيجي للمعادلة زي كده ما تتحللش، ما فيها تحليل. طب الحل قدامك هنا طريقتين، إما تحل بالقانون العام أو تحل بإكمال المربع. طب هتفرق معايا؟ لا والله ما هتفرق معاك، كده صح وكده صح، الاتنين هيفضلوا نفس الناتج. طب أنا هعمل إكمال المربع هنا قدامك، إم تربيع زائد إم، ودي الواحد الطرف الثاني بالماينس، روح لمعامل الإم، معامل الإم هنا واحد، نص الواحد نص، مربع النص يبقى ربع، إذن هنعمل إكمال مربع، هنضيف ربع للطرفين، إم تربيع زائد إم زائد ربع يساوي سالب واحد زائد ربع. حلوين، دول بقى يخشوا مع بعض في ثلاثي كده قوس وعليه تربيع. تاخد جذر الأول إم، تاخد إشارة الأوسط زائد جذر الربع اللي هو نص، يساوي احسب دول مع بعض، يبقى سالب 3 على 4. الخطوة التالية تاخد الجذر التربيعي، إم زائد نص يساوي الجذر التربيعي للطرف الثاني موجب سالب جذر 3 على 4. ونقول النص هناك يبقى الإم هيساوي سالب نص زائد ناقص جذر 3، ملوش 2 4 جذرها 2 وتحط الآي. تاني السالب اللي تحت الجذر آي، تخيلي الثلاثة ملوش جذر، الأربعة جذرها 2. إذا وصلت للكومبلكس نمبر، هذا عدد مركب، عدد مركب، بنعمل إيه؟ ناخد الألفا زي ما هي بإشارتها سالب نص، أما البيتا فهي معامل الأي وناخدها بالموجب جذر 3 على 2، ونروح نكتب الحلول. يلا نقول مع بعض، جنرال سوليوشن 1 هيساوي إيه أس ألفا إكس، سي 1 كوساين بيتا إكس هذا القانون، زائد سي 2 ساين بيتا إكس، تعالى يا ريس نكتب وينتهي الحل. واي يساوي اي اس الفا بسالب نص، سالب نص اكس، سي 1 كوساين بيتا جذر 3 على 2 اكس، زائد سي 2 ساين جذر 3 على 2 اكس. شكرا لكم. هذه كده غطيت انا الثلاث مسائل على الثلاث حالات، كيس 1 كيس 2 كيس 3. تعالوا طبعا انا كتبت ارقام عشوائيه من راسي، بس اقصد اني ارتب لك حلول المعادلات بشكل عام. انت لو استخدمت دي في الحاسبه راح يطلع لك على طول الحلول التخيلي، راح يطلع لك الشكل النهائي ده. فدايما انت بالمسائل دي تجرب بالحاسبه، جرب بالحاسبه. لو طلع لك اعداد صحيحه او الاعداد حقيقيه خلاص هذه الحاله الاولى. طلع لك حل واحد والحاسبه سكتت، حل واحد بس، خلاص تعرف انه ده حل مكرر. الحاسبه دايما تطلع حلين اكس 1 اكس 2. طب واحد يقول لي اذا الحاسبه طلعت رقم واحد وسكتت الحاسبه بطلت تطلع ارقام ثانيه، افهم انه ده مكرر. افهم ان ده ايش؟ مكرر. معك حاسبه يا تركي؟ لا والله ما هي حبيبي. لو معك حاسبه شيك على المعادلات برضه عشان ايه تكون انت تقول تأيد النتيجه. لو معك حاسبه شيك على المعادله دي اهي، شوف الحاسبه ايش تعطيك. قاعد اقول لك ما هي بجنبي والله، بس مو بجنبك؟ طيب عموما على كل، لو احنا شيكنا في الحاسبه دي هنحط الاي بواحد، البي بسالب 10، السي راح يساوي 25، تدوس يساوي الحاسبه راح تطلع لك كده 5 وبس، وما راح تعطيك شيء ثاني. تفهم من كده لما تعطيك حل واحد، تفهم كده ان الحل ده مكرر، ريبيت مكرر. الاي هيطلع لك فيها اي، الثانيه هيطلع لك ارقام مختلفه. المهم كده احنا غطينا الكيسات الثلاثة. تعالوا نرجع لمسائل الكتاب نشوف الدنيا فيها ايه. Find the general solution of the given differential or second order differential equation. 4 y double dash زائد y dash، هناخد الام هنا والام تربيع، طبعا هذه معادلة من الدرجة الثانية فيها حدين، مفيش حد ثالث. ناخد ام عامل مشترك بس، هتبقى لك 4 ام زائد 1. الام الاولى الحل هتساوي 0، والام الثانيه الحل هتساوي سالب ربع. اذا حلول مختلفه، القانون الاول وعبي له واديله، حط ام 1 وام 2 بس، سلامتك. طبعا اي اس 0 ب 1 تقدر تشيلها وتخليها 0. 1 8 16 ماشي، حط ام تربيع، هتحلل 16 يطلع لك 4 في 4.
إذن الحل مكرر بيساوي سالب 4. إذن 1 يساوي C1E يقسم 1 يم X، C2X يقسم X. يبقى تكتب كده ولا تكتب كده الاثنين صح. المهم تحط الحبيبي تحط E أس سالب 4 X زائد هنا X E أس سالب 4 X C1 و C2. نفس الكلام هنا. ما يجي تحليل لأن الواحد ما راح يجيب عددين طرحهم 4 مستحيل طبعا. إذن هنا نحل بالقانون ولا بكمل مربع؟ طبعا أنا نفسي بميل لكمل مربع لأنه أكثر من القانون في الحسابات. قانون مرة طويل وجزر ومدريش وكذا سواليف ملادع. ودي الواحد هناك يبقى بالموجب هتروح للنص الأربعة اللي هنا بتلاقيني كتب عليها هو نص الأربعة اثنين والربع هيصير أربعة. هنضيف أربعة في الطرفين لكمل المربع. هيتحلل إلا الجذر الأول شرط الأوسط الجذر الأخير لكل التربيع. نجمع دول مع بعض خمسة. هناخد الجذر التربيع عشان نشيل دي. نشيل دي يبقى نوخر الجذر التربيع. إذا M زائد 2 يساوي موجب وسالب جذر 5. وأدي 2 هناك. واحد يقول لي يعني إحنا في الحالة الثانية ولا الحالة الثالثة ولا الحالة الأولى؟ بقول لك لا، الخمسة هنا عدد موجب، مفيش I، مفيش سالب، يعني إحنا في الحالة الأولى. في الحالة الأولى الحلول هنا موجودة بس إن هي مختلفة. حلول موجودة بس مختلفة. سالب 2 زائد ناقص جذر 5. يعني نروح نقول مع بعض كده نفصل حبتين واحد سالب واحد موجب. في دي الحالة هتكتب نفس الكلام اللي هو الام 1 زي ما هو حذفير لأنه دي أولاد زي ما قلنا إيش؟ دي أعداد حقيقية. أعداد حقيقية. متى يكون تخيلي؟ لما يجي سالب تحت الجذر التربيعي أو لما يكون الطرف الثاني هنا بالماينس. ده طبعا قدامك موجب 5 هتحط جذر يضم. يعني في الحالة الأولى يعطيكش. وإذا بدناش زائد 9 يبقى نقول يلا إم التربيع زائد 9 يساوي 0. ودي 9 الطرف الثاني مش محتاجة تحليل ولا إكمال ولا أي شيء. ودي 9 وخد الجذر التربيع يطلع لك الإم يساوي موجب أو سالب جذر سالب 9 سالب. في شكل السالب هنا على طول أي. طيب أوكي. فين الألفا؟ مفيش ألفا. البيتا بكم؟ بثلاثة. الألفا بزيرو والبيتا بثلاثة. البيتا دايما تأخذ بإشارة موجبة والألفا دايما مكتوب هنا في صندوق أهو. دايما البيتا تأخذ إشارة موجبة. لأن واحد يقول لي أخذ السالب ثلاثة ولا موجب ثلاثة؟ يا عم دايما ناخذها موجبة. دايما البيتا إشارتها موجبة. وين نروح بقى لإيه؟ الألفا ناخذها بإشارتها زي ما تيجي. إيوس 0 إيوس ألفا إكس إيوس 0 سي 1 كوساين 3 اللي هي البيتا. قلت ماشي حضرتك يبقى احنا كده إيه خلصنا أوت هنا. إم تربيع ناقص 4 إم زائد 5 برضه ال 5 ما تتحللش عددين ضرب 4. نودي 5 الطرف الثاني ونسوي إكمال المربع. إكمال المربع نص ال 4 2 تربع 4 يبقى نضيف 4 على الطرفين هيطلع لك هنا سالب 1. تاخذ الجذر التربيع يطلع لك موجب أي وسالب أي. جذر السالب واحد اللي هو اي. ودي الاثنين الطرف الثاني صار عندك عدد مركب اللي هو 2 زائد ناقص اي. يعني في دي الحاله بطل الالفا بيساوي 2 والبيتا يساوي ايش؟ 1. وحط القانون اي اس الفا اكس والثاني البيتا داخل حط البيتا بواحد وانت ماشي. اذا احنا لغايه الحين بنتكرر في المسائل في الحالات الثلاثه. طيب هو احنا الدرس كله معادلات درجه ثانيه؟ لا، هندي لك معادله درجه ثالثه درجه رابعه تكبر معاها شوية بشوية. بدأنا نكبر شوية شوية. Find the general solution of the given differential equation. وقال لك إيه؟ Higher order. Higher order يعني إيه؟ يعني الدرجة عالية، الدرجة الثالثة. يبقى الله يعينك على الدرجة الثالثة. نفس الخطوات بس راح يكون عندي الدرجة الثالثة فيها ثلاث حلول. الدرجة الرابعة فيها أربع حلول. عدد الحلول هو نفس الاوردر بتاع المعادله. نشوف كده معادله الدرجه الثالثه وش بنسوي فيها. درجة ثالثة يا محمد يا تركي معايا. درجة ثالثة بحضرتك على طول تعال لي هنا تحط ام يبقى دي 5 ام وعندك هنا ماينس 4 ام سكوير
وعندك هنا ام تكعيب، ادي كله سوسب. يبقى انا استبدلت من اول الداش وانت رايح كلها بالباور على طول وانت ماشي. تاخد الام عامل مشترك حبيبي تقدر، يبقى لك ام تربيع ناقص 4 ام ناقص 5 يساوي صفر. ام نزلها وتعالى دول كده مقدار ثلاثي يتحلل الخمسه موجوده. يبقى هنا ام في ام 5 في 1 الطرح 4، يبقى الكبير ياخد الشرح الاوسط والثاني ياخد العكس. اذا عندك ثلاث حلول، ام يساوي صفر الاولاني، من الجوس الثاني ام يساوي سالب 1، من الجوس الثالث ام يساوي 5. تم كده خلاص، خلصت كده، خلصت امورك تمام. لذلك ماذا نفعل؟ إيه خلاص خلصت، اكتب الجنرال سوليوشن على اي اساس؟ هذه كلها حلول حقيقيه مختلفه. حلول حقيقيه ايش؟ مختلفه. يبقى الجنرال سوليوشن واحد يساوي سي 1 اي اس ام 1 اكس زائد سي 2 اي اس ام 2 اكس زائد سي 3 اي اس ام 3 اكس كده. ايه بس زود حبه يعني. سي 1 اي اس 0 خلاص 0 اكس ما يحتاج 0. سي 2 اي اس ام 2 سالب 1 اكس، سي 3 اي اس 5 اكس. شيل بقى الحاجات الزياده اللي مالهاش لازمه، يبقى واحد يساوي سي 1 بس لانه الاي اس 0 ب 1، وهنا سي 2 اي اس ماينس اكس زائد سي 3 اي اس 5 اكس. هذا الجنرال سوليوشن. طيب واحد يقول لي هو المعادله بتاعت الدرجه الثالثه تتحل بالحاسبه؟ ايه اكيد تتحل بالحاسبه. فين موجوده في الحاسبه؟ مود 5 مود 5 4 بتحل لك معادلة الدرجة الثالثة. هذه الحاسبات العادية الفضية دي بتحل لغاية الدرجة الثالثة. هي حاسبات نوع جديد بتحل للدرجة الرابعة اللي هي شكلها زريرة في النص كده، أحط لكم صورتها اللي عايز إيه اللي عايز يشوفها أو يشتريها. هي بتشتغل عربي إنجليزي مع بعض. المهم مود 5 3 هتدخل A B C D، دخل المعاملات. لما ندخل المعاملات هنا هيبقى الـ A بواحد، والـ B بسالب 4، والـ C بسالب 5، والـ D بصفر. ليه؟ ما هو هنا الحد الثابت مش موجود، هنا صفر. عشان تشتغل معاك الحاسبة صح وتطقي سواء هيطلع لك ثلاث حلول، هيطلع لك X1 يساوي صفر، هيطلع لك X2 يساوي سالب 1، هيطلع لك X3 يساوي 5. ده الحلول الحاسبة تفهمها وتحليل على طول يبقى أنت عارف. لأن الحاسبة تساعدنا إن إحنا نفتح الخط بشكل عام. لما يجيني درجة تالتة بقى يا محترم وما فيهاش تحليل عامل مشترك زي المسألة اللي فاتت، يبقى بنرجع شوية صغيرين نرجعكم ماس 1. نرجعكم شوية صغيرين للماس 1. زمان كان في حاجة اسمها الساينتك ديفيجن اللي بتحلل أو بتستخدم في تحليل تسيرات الحدود. لما نحط هنا إم تكعيب، إم تكعيب ناقص 5 إم تربيع زائد 3 ام زائد 9 يساوي صفر، معادلة الدرجة الثالثة. ومفيش تحليل زي المسألة اللي فاتت. المسألة اللي فاتت كانت بدون حد ثابت عشان كده خدت عامل مشترك. هنا مفيش عامل مشترك. هنا الله يعينك. تروح للحاسبة أول شيء تحط مود 5 وتطلع لي الحلول. مود 5 3 وتطلع الحلول. أنا هشيك مع نفسي أنا الحاسبة الحاسبة قدامي هشيك أسمعكم. مود 5 3 يطلع لي إيه؟ هحط 1 يساوي سالب 5 يساوي 3 يساوي 9 يساوي كده. انا دخلت الايه؟ ابقى اطق يساوي، طلع لي اكس 1 طلع لي اكس 1 بالمنظر ده 5 على 2 زائد 1 فاصلة 6 6 ما ادري كم اي معها اي. افهم من كده يعني عندي تخيلي. تيجي يساوي مره ثانيه هيطلع لك خويه بالماينس اكس 2 يساوي 5 على 2 ماينس 1 فاصلة 6 6 اي. تيجي سوا المرة الثالثة طلع لك إيش؟ واحد X1 X2 X3 وأنا حاطط إيه؟ سوري يا شباب أنا حاطط مود 5 كمان. 2 5 4 آسف لأني حطيت معدل الدرجة الثانية عشان كده ما اشتغلتش معايا. معادلة الدرجة الثالثة اللي هي مود 5 4 يبقى 1 يساوي سالب 5 يساوي ثاني 3 يساوي 9 يساوي.
نضغط من جديد هيطلع لك اكس 1 يساوي، هنعتذر لان انا لما حطيت مود 5 3 اللي هو الدرجه الثانيه، هيطلع لي اكس 1 يساوي سالب 1، هنضغط يساوي، اكس 2 يساوي 3، اكس 3 سكت الحاسب طلعت 1 و3 بس. افهم من كده ان فيهم حاجه مكرره، الحاسبه طلعت 2 بس يعني في واحد مكرر. طيب هنعرف ازاي؟ مش مشكله دلوقتي، مش عايزين نعرف دلوقتي، احنا كل الحكايه اللي استفدناها من الحاسبه نعمل كده، نقسم على سالب 1 او 3 اللي يعجبك، يا اما ده يا اما ده. تقسم مين؟ تاخذ المعاملات 1 سالب 5 3 9 وتبدا تشتغل. نزل الواحد، القسمه بتاعت زمان ناس 1، اضرب 1 في سالب 1 يبقى سالب 1، اجمع يبقى سالب 6، سالب 6 في 1 يبقى موجب 6، 6 مع 3 يبقى 9، 9 في سالب 1 يبقى سالب 9. طبعا لازم تصفر في الاخير، اذا ما صفرت حضرتك يبقى انت غلطان. يبقى اذا بفهم من القسمه اكتب له كده الاكس يساوي سالب 1 روت، او اما طبعا شغالين اما. اسف، ناخد المعادله الثانيه اللي باقي معاك، ناخد دي معاملات وتسويها معادله من جديد، يصير ام تربيع ناقص 6 ام زائد 9 يساوي 0، وتروح تعمل لها تحليل، هتلاقي ام في ام و9 3 في 3 والاشارات سالب سالب، يعني الحل هنا ام يساوي 3 وكام؟ مكرر. اذا عندك اولا ثلاث حلول، مين هم؟ سالب 1 و30 3 و3. طب نمشي على اي قاعده؟ قاعده كيس 1 ولا كيس 2 ميكس؟ هنمشي على الاثنين. نكتب الجنرال سوليوشن عباره عن اخذ الحل الاولاني سي 1 اي اس سالب 1 اكس زائد الحل الثاني بقى يمشي على حاله التكرار. ايش هي حاله التكرار؟ سي 2 اي اس 3 اكس زائد سي 3، احط الاكس بقى بتاع التكرار اي اس 3 اكس. لو واحد يقول ينفع نخلي ده في الاخر ودول في الاول، ينفع، ينفع ونص، اقدر اكتبه كده جنرال سوليوشن واي هيساوي سي 1 اي اس 3 اكس زائد سي 2 اكس اي اس 3 اكس زائد سي 3 اي اس ماينس اكس. ترتيب الحلول في الكتابه ما يفرقش معانا، كله صح، كل ده صح، ترتيب الحلول ما يفرق معانا، بس اهم شيء انك انت تستفيد او تظبط نفسك مع الاله الحاسبه عشان تظبط نفسك. طبعا ده الحل والخطوات كلها انا كتبتها قدامكم قبل شويه. الحاسبة هي نفس الكلام، مود 5 3 يدي لك معادلة الدرجة الثانية، مود 5 4 يدي لك معادلة الدرجة الثالثة. ده بالنسبة للحاسبات القديمة. تلخيص بالنسبة للحاسبة، الحاسبة اللي هتساعدك في التحليل، يعني لو حطيت معادلة زي كده في الحاسبة هيطلع لك سولف. ام الأولاني يساوي 2 تنجل داخلي بدل القوس الأول. طب لما يطلع لي كسر زي كده أعمل إيه عشان أطلع التحليل للدكتور وأكتب التحليل صح؟ أضرب مقص، وبعد ما تضرب مقص انقل 4 داخل، صار القوس هنا 3 ام زائد 4. تاني لو يجيني الحاسبه كسر اضرب مقص الاول قبل ما تنقل الاشاره، وبعدين انقل داخل، يبقى هذا هو القوس الاول. اذا التحليل الامثل لده المعادله هو ان انا اكتبها ام ناقص 2 مضروب في 3 ام زائد 4 وامشي بقى. يبقى انت كده تشتغل من الحلول سواء يعني حل. موجود. ايوه حبيبي. المهم ده سواليف بالنسبه للحاسبه، شلون نطلع الايه القيم، تحليل الحاسبه لو جاتني كسور من بعض المهارات الحاسبه. من بعد الدرجه الثالثه وطلع فوق، امسك طلع الحلول واكتب الساينسيتك على اي واحد من الجذور زي ما قلت. هذه من الدرجه الثالثه ومش ما فيهاش تحليل بعد، نفس الشيء. طيب الحل ايه؟ نمسك الحاسبه نحط واحد واحد صفر سالب اثنين، لازم صفر، ها؟ واحد لو معامل التكعيب، واحد معامل التربيع، صفر معامل الام، والسالب اثنين هنا الموجود. طيب الحاسبه هيطلع لك اول حاجه ام يساوي واحد، روح سوي سايد سيجنيفيكشن على الواحد وطلع النتيجه النهائيه. هيطلع لك بعدين شيء ما يتحللش. ما يتحللش يبقى نعمل اكمال مربع، نقول واحد ناحيه الثانيه وسوي لي اكمال مربع لما تطلع قيمه الام. يطلع لك في النهايه فيها تخيلي سالب 1 زائد اي يعني الفا وبيتا. يعني الفا وبيتا وش اكتب؟ الحل الحقيقي لوحده والتخيلي لوحده. سي 1 اي وسي اي وسي اكس اللي هو الواحد، وهنا الالفا والبيتا موجودين مع بعض. طيب جاتنا معادله من الدرجه الرابعه. درجه ليش الرابعه؟ ما تفرق معك ما تخافش.
حط هنا الدبل داش ام تربيع، التربل داش اللي هي ام تكعيب، الفور داش اللي هي ام اس 4، تقدر تاخد ام تربيع عامل مشترك، تبقى معاك ام تربيع زائد ام يساوي 1 زائد 1 يساوي 0. هذا الحالة هيطلع لك ام وام، ام يساوي 0 وام يساوي 0، لأن ام التربيع هنا معناها مقرب. يبقى ام هنا 0 بس صفرين مش 0 1. القوس الثاني ام تربيع زائد ام يساوي زائد 1 يساوي 0، يبقى هنا محتاجين اكمال مربع تونا حلينا زي قبل شوي، اللي هي فيها 1 ودي الواحد الطرف الثاني، نص الواحد نضيف ربع في الطرفين مع التحليل، تقريبا هي نفس اللي حليتها انا في البدايه. طب شلون اكتب السوليوشن؟ عندك حلين صفرين وعندك هنا حلين تخيلين، طبعا المعادله بالدرجه الرابعه لازم لها اربع حلول، وانا فعلا طلعت اربع حلول، حل مكرر اللي هو صفر وصفر، الحلين التخيلين التانيات اللي هم دول مع بعض. يبقى في هذه الحاله الواي هيساوي سي 1 اي اس 0 اكس، سي 2 اكس اي اس 0 اكس اللي هو الزيرو معروف، واليوس الفا اللي هي الالفا هنا والبيتا هنا، وحضرتك يوس الفا اكس كوساين بيتا اكس ساين بيتا اكس. احنا مع كل ده خلاص مرينا على الدرجه الرابعه والثالثه وانت ماشي، ولكن في النهايه مطلوب مني اطلع ايش؟ احيانا يطلب منك تطلع الثوابت. طلع ايش؟ الثوابت. وشلون بيقول لي بتطلع الثوابت؟ اقول لك سولف اذا جيفن انيشال فاليو بروبلم، انيشال فاليو يعني حطيت قيمه الثابت وانت تشتغل وتطلع الثوابت اللي عند حضرتك الموجود. ناخذ واحده فيها ثوابت، يبقى الثوابت معناها ان احنا هن ايه؟ هنحل ونطلع قيمه سي 1 وسي 2 بعدين، بعد ما نحل الاول. بعد ما نحل الاول هيبقى عندك ام تربيع زائد 1 يساوي 0. لما تحلل يا ولد مفيش تحليل، ام تربيع هيساوي سالب 1، يعني الام هيساوي موجب سالب جذر السالب واحد اللي هو اي، يعني الام هيساوي موجب سالب اي، يعني الالفا بزيرو والبيتا بكم؟ واحد. اكتب الحلول يا ريس. يبقى واي هيساوي جنرال سوليوشن اي اس الفا اكس سي 1 كوساين بيتا اكس، ده القانون، زائد سي 2 ساين بيتا اكس. يبقى كويسين كده وضعينا تمام. اذا واي هيساوي اي اس الفا بزيرو، اي اس زيرو ما يحتاج ان احنا نكتبها، هنكتب على طول سي 1 كوساين 1 اكس زائد سي 2 ساين 1 اكس. من هنا نبدا نطلع الثوابت اللي احنا واقفين عندها. نيجي بقى للانيشال فاليو اللي هو عندك واي باي على 3 يساوي 0. يبقى نحط هنا 0 بدل الواي، نحط سي 1 كوساين باي على 3 زائد سي 2 ساين باي على 3. واي على 3 اللي هي 60، كوساين 60 بنص، يبقى هنا صفر، قلنا الواي دي بصفر، يبقى صفر هيساوي سي 1 اللي هو مضروب في كوساين باي على 3، كوساين باي على 3 اللي هو نص، زائد سي 2 في ساين باي على 3 جذر 3 على 2، يعني تقدر تضرب المعادله في 2 يا بطل، يصير عندك صفر في 2 بصفر، يبقى سي 1 زائد سي 2 في جذر 3، نقدر نكتبها جذر 3 سي 2، جذر 3 سي 2 يساوي صفر. هذه معادله نمبر 1. ارجع من جديد واروح للشرط الثاني، الانيشال فاليو الثاني يقول ايش؟ واي داش باي على 3 يساوي 2، يبقى لازم اعمل داش. روح سوي اشتقاق هنا، يبقى واي داش راح يساوي سي 1 كوساين تبقى ماينس ساين اكس زائد سي 2 ساين يبقى كوساين اكس. بكده يبقى حضرتك تستخدم الشرط الثاني اللي يقول ايش؟ واي داش باي على 3 يساوي 2. تعال نحط هنا 2 ونحط الزاويه باي على 3، سي 1 ساين باي على 3 زائد سي 2 كوساين باي على 3. يبقى 2 يساوي سالب سي 1 في ساين باي على 3 جذر 3 على 2 زائد سي 2 في نص، اضرب في 2 يا بطل، يبقى صار عندك هنا سالب سي 1 في جذر 3 سالب جذر 3 سي 1 زائد سي 2 مضروبه في النص وتروح يساوي 4. معادله هنا حضرتك نمبر 1 ونمبر 2. نمبر 1 ونمبر 2 معاملات مختلفة. معامل سي 1 فوق 1 ومعامل سي 1 تحت سالب جذر 3. يبقى نطق المعادلة دي في جذر 3 وإيه؟ عشان نعمل إليمينيشن. يبقى المعادلة الأولى نضربها في جذر 3، جذر 3 سي 1 زائد جذر في الجذر يطلع 3 سي 2 يساوي 0. خد المعادلة الثانية تحتها، سالب جذر 3 سي 1 زائد سي 2 يساوي 4. كنسل، سوي إليمينيشن مع السلامة. يطلع لك هنا 4 سي 2 يساوي 4، يعني معنى كده سي 2 يساوي 1، هذا الثابت الاول.
عوض هنا ولا عوض فوق أي حاجة تعجبك، يبقى سالب جذر 3 سي 1 زائد 1 يساوي 4، ودي الواحد للطرف الثاني يبقى سالب جذر 3 سي 1 يساوي 3، اقسم على جذر 3 يبقى سي 1 هيساوي سالب 3 على جذر 3. تقدر تسوي انطاق مقام جذر 3 فوق وتحت، نصير الحساب هنا سالب جذر 3 خلاص. اكتب السوليوشن اللي هي y يساوي سي 1 كوساين اكس زائد سي 2 ساين اكس. في هذه الحالة نحط الثوابت اللي طلعتها، سالب جذر 3 كوساين اكس زائد اللي هو 1، ما يحتاج اني اكتب 1 ساين اكس، وبكده انا عملت ايش؟ الانيشال فاليو او طلعت القيم الانيشال فاليو بشكل عام. اذا سالفه الانيشال فاليو معناها ايش؟ نحن نطلع الثوابت فيها. لو يجيب لك انيشال فاليو فيها ايش؟ من الدرجه الثالثه، واو، من الدرجه الثالثه هيبقى فيها ثلاث ثوابت، الله يعين، يبقى احنا محتاجين ثلاث معادلات. ولذلك هو معطيك ثلاث حبات انيشال فاليو، واي 0 واي داش 0 واي دبل داش 0. المعادله كلها تحط الام زي ما اتفقنا وتحل المعادله، تاخد من عامل مشترك، والباقي طبعا 6 ب 6 ب 36 مكرر. اذا عندك حلول ثلاثه، صفر وسالب 6 وسالب 6 حل مكرر، يبقى سي 1 اي اس 0 سي 2 اي اس ماينس 6 اكس زائد سي 3 اكس اي اس ماينس 6 اكس. هذا الجنرال سوليوشن، نشيل ده كده ملوش لازمه، اللي هو واحد المفروض يعتبر، ونبدا نعوض بالشرط الاول. شايف الشرط الاول فين؟ واي 0 يساوي 0. حط بدل واي 0 حتى اي اس 0 خلاص يروح، اي اس 0 يروح، وهنا 0. يطلع معادله معاك سي 1 زائد سي 2 يساوي 0، هذه معادله نمبر 1. تاني عوضنا هنا بصفر، هو اصلا اوريدي مش موجود، هتعوض هنا بصفر يطلع 1، هتعوض هنا بصفر يطلع 1، بس ده صفر، يبقى الحد ده كله بيختفي. هنروح بعد كده للشرط الثاني، فيه داش. الداش معناها نسوي اشتقاق اول شيء. نسوي اشتقاق، يبقى واي داش هيساوي ده ثابت مشتقة الثابت بصفر. هنا الدالة الأسية نفسها ضرب مشتقة الأس. نفسها ضرب مشتقة الأس. هنا بقى الاشتقاق يبقى برودكت رول عشان الإكس والإي. عشان إيش؟ إكس دالة والإي دالة، يبقى برودكت رول. مشتق الإكس بواحد، ما كتبتش الواحد، نزلت الإي. نزل الإكس، مشتق الإي نفسها في سالب 6 لمشتقة الأس. نبدأ نعوض بالداش يساوي 1، حط صفر بدل الإكس والواي بواحد، واي داش. هذه الواي داش بواحد، وحط هنا أصفار وأنت ماشي. إذا معادلة تانية فيها طلعت إيش؟ بعد الزحمة والتبسيط سالب 6 سي 2 زائد سي 3 يساوي 1. باقي لنا شرط واي دبل داش 0 يساوي سالب 7، هنشتق مرة تانية، الله يعين على الاشتقاق. هتبدأ منين؟ من هنا المشتقة الأولى، واي دبل داش ده ما فيش، هنا يبقى سالب 6 نضرب تاني يساوي 36، هنا يبقى نضرب في 6 سالب 6، هنا يبقى برودكت رول نفس الشيء الاكس والاي دالتين، يبقى الاكس بواحد، نزل اضرب في سالب 6، يبقى انت وصلت الى المشتقه الثانيه. الشرط حق المشتقه الثانيه وش يقول؟ يقول واي دبل داش زائد صفر يساوي سالب 7. حط هنا واي دبل داش سالب 7 ونزل الارقام دي زي ما هي مع التعويض عنها بصفر. إذا صار عندي ثلاث معادلات في الصناديق الثلاثة، 1، 2، 3. الثلاث معادلات دول يحتاجون لو إني بحلهم يدوي، لو إني بحلهم يدوي هعمل لهم تعويض سي 1 وسي 2، سي 2 وسي 3، هنا في المعادلة الأخيرة سي 2 وسي 3، ممكن تمسك الاثنين دول مع بعض وتعمل لهم إليمينيشن. كيف الإليمينيشن؟ ضربت المعادلة دي في 6 علشان أوخم سي 2. ثاني ضربت المعادلة دي في كم؟ 6. 6 6 6 وتحت اجمع راح سي 2، اجمع هنا طلع سالب 6 سي 3 يساوي سالب 1، يعني سي 3 يساوي 1 على 6. عوض في المعادله 2 او 3 اللي يعجبك. انا عوضت فين؟ في المعادله 2، حطيت هنا سي 3 بسدس ودي الطرف الثاني واقسم على سالب 6، يطلع معاك سي 1 يساوي 5 على 36. عرفت السي 1، روح عوضه في المعادله الاولى هنا عشان تطلع سي 2. يبقى تروح تطلع ايه؟ عرفت السي 2، اسف، تعوض هنا عشان تنقله من الطرف الثاني. تكتب السوليوشن في النهايه ونقول يلا خلاص تمينا سوليوشن كامل سي 1 سي 2 سي 3 وسلامتك. باوندري فاليو بروبلم، وش تفرق عن الانيشال فاليو بروبلم؟ لو ركزنا كويس هتلاقي هنا النقاط مختلفة، معطيك الواي عند الصفر واي داش، ومعطيك الواي داش عند الباي على الاثنين. الباوندري دايما الفرق بين الباوندري والانيشال ان الارقام تكون مختلفة.
في الانيشال تكون لأرقام مختلفة. يعني إيه أرقام مختلفة؟ أشوف كده عفوا الأرقام كلها تكون نفس الشيء، الواي عند الزيرو والواي داش عند الزيرو والواي دبل داش عند الزيرو كلها عند نفس النقطة، أما الباوندري تكون الأرقام مختلفة، النقاط مختلفة، هنا أعطاك عند الصفر وأعطاك عند الواي عند ده الفرق بين الباوندري والإنيشيال. واحد عشان ما يستغربش يقول هو نفس الحل، إيه والله نفس الحل ما فرقت، طريقة الحل واحدة بس المصطلح الباوندري فاليو ولا الإنيشيال فاليو. الباوندر تكون عند أرقام مختلفة، الشروط معطاة عند أرقام مختلفة، عند قيم X المختلفة، أما الانيشال تكون عند نفس القيمة بشكل عام. خطوات الحل ما راح يتغير منها شيء، إما تربيع زائد واحد والطرف الثاني خد I، يبقى C1 cosine X C2 sin X، يعني حبيبي الحل هنا اللي هو فيه إيش التخيلي. طب الشروط معطاة عند الداش، يبقى لازم نطلع داش، Y داش الكوسين ماينس سين والسين كوسين، وروح يلا عوض بالواي داش 0 يساوي 0، هتحط هنا بدل الداش تحط 0، حط ساين 0 ب 0 وساين 0 ب 1 يطلع معاك سي 1 فقط يساوي 0 لان هذا بيرمي. روح عوض بالواي على 2 يا بطل يصير يطلع معاك سي 2 سي 1 يساوي 0. اذا السوليوشن المسكين عند هذه النقاط اصبح معدوم. ليه معدوم يا عم؟ واي هيساوي سي 1 بصفر مضروب في الكوساين زائد صفر مضروب في الساين، يعني الواي هيساوي صفر. نقول لكم دمتم سالمين. ختمناها بسؤال الباوندري فاليو عشان نميز بين الباوندري فاليو والانيشال فاليو. الباوندري فاليو تكون عند ارقام مختلفه والانيشال فاليو تكون عند نفس النقاط. ونقول شكرا لكم. اي سؤال يا عم تركي؟ لا لك شيء. يلا حبيبي التوفيق ان شاء الله. أجمعين.